طبعا انت بدك تمشي وتروح وتيجي في اوتوا راح تجوع كثير، في كثير كثير مطاعم عربيه موجوده في اوتوا، واهم هذه المطاعم خاصه في الداون تاون في الريدو سنتر محل فارامونت. فارامونت هو محل بيعمل اكل شرقي ميدل ايسترن لبناني ومن هالنوع، اكله كثير لذيذ وزاكي. خلينا ندخل ونورجيكم شويه شغلات عنه. طبعا الجو رائع جدا وحيل احلى شيء في الحياه. هذه كلمه رائعه حديثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كل واحد بس اتبعه في حياته راح يكون من افضل الناس وافضل الناس. احلى شغلات في الفارامونت انك تشوف كل شيء فيه في الطبق بيصير قدامك. الشيف شايفه عم بيسوي شاورما، خبز طلع على الخبز الزاكي سوى بالفرن، هذا الفرن خبز بيسوى طازه قدامكم. طبعا من الفرن متم. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.